معقول في قبيلة الناس بتوعها عايشين بالشكل ده، وكمان اللي بيتجوزوا ما بينهم حياتهم بالشكل الغريب ده؟ الإنة وما فيها في كلمتين من الآخر. بربرة يوسف عايشة في محافظة المنيا وبتحب تنزل ما بين أهالينا الطيبين وتتكلم معاهم وكمان تصورهم، وهنعرف ليه في آخر الكلام. طول عمرها بتسمع عن مكان حياة ناسه غريبة، المهم قررت تنزل القرية اللي فيها المكان ده، قرية الفقاعي في محافظة المنيا. وقعدت مع عمدة القرية، قال لها ناس المكان ده طول عمرنا ما بنتعاملش معاهم ولا هم بيتعاملوا معانا، لأن حياتهم كلها شديدة وحياتهم غريبة عننا وعاداتهم وتقاليدهم غيرنا. قالت له إيه حكاية المكان؟ قال لها مفيش، جدودنا قالولنا إن إحنا فجأة لقينا الناس دي موجودة في الأرض، ناموا صحيوا لقوهم في الأرض، فقالوا لهم إخوانكم جم مساء، وعشان كده تسمت قبيلة الجمسة. قال لها الحاجة الوحيدة اللي بنتعامل معهم فيها إن الراجل ومراته بيجي يكتبوا عقد عندي أنا. قررت بربرة إنها تروح القبيلة، وقعدت مع شيخ القبيلة الشيخ عامر، راجل مضياف وراجل طيب من أهالينا الطيبين. بس لما راحت القبيلة دي حياتهم صعبة جدا، عشش فقيرة، مفيش مية، بيشتروا جركن المية بجنيه، وكمان لقت الزراعة عندهم هو البرسيم وبيربوا الجاموس هناك. الشيخ عامر قال لها احنا ما بندخلش ولادنا مدارس، احنا لقينا جدودنا كده لأن الحياة هي المدرسة، الراجل بيقعد يربي الجاموس ويحلب اللبن ويبيع اللبن بخيره، ولا بيطلع منه جبنة ولا قشطة ولا حتى زبدة، وبنبيعه لأهل الكرة التانيين على أطراف البلد. بربرة وهي في القبيلة قابلت الخالة، قالت لها بصي الستات هنا حياتهم غير أي ست تانية، لأنهم بينزلوا يصرفوا على البيت، بتنزل إنها تشحت وتجيب فلوس للراجل عشان تصرف عليه وعلى البيت، وكمان البنت مجرد ما توصل لسبع سنين تنزل هي كمان وتجيب الفلوس للبيت. لقت عقد بيبقى ما بين الراجل ومراته، العقد ده بيبقى بالجاموسة. ليه؟ لأن الستة ما بتجيب الجاموسة وبتديها للراجل عشان يربيها وعشان يحلبها ويبيع لبنها، لازم إنها تضمن حقها عشان لو حصل انفصال ما بينهم. حياتهم كلها مختلفة، حتى أما بيبقى فيه خناقات ما بينهم بيقعدوا في الصحراء الغربية اللي على بعد كيلومتر من القبيلة ويتصفوا في ده. بربرة استغربت من حياتهم جدا، وقررت انها تيجي يوم تاني انها تجيب لهم لعب وتجيب لهم لبس. لكن وهي ماشية في القبيلة قابلت قدام الكانون، قابلت بنت اسمها فرح، كلمت معاها. انا كل ما بشحت ببص للناس واقول انا ليه انا مش زيهم، ليه ما تعلمتش، ليه ما بقتش عايشة حياة حلوة زيهم. الكلام ده كله بربرة كتبته في موضوع صحفي، لأن بربرة بتكتب في مجلة صباح الخير وكمان مصورة صحفية في جريدة الشروق. وأما مجلة صباح الخير برئاسة رئيس التحرير وليد طغان عمل عدد لمبادرة حياة كريمة، قرر أن يحط الضوء على قبيلة الجمسة، وأن دي من ضمن الأماكن اللي هيتم تطويرها. الوشوش دي، الضحكة دي، الطيبة دي يتشالوا فوق الراس ويتحطوا جوه العيون، وحقهم نوفر لهم حياة كريمة. حياة كريمة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم العيلة المصرية. كل التحية. كلمتين من الآخر مع عماد يوسف.